سيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم في مدينة الدوحة عاصمة قطر، وبتكم إلى جميع أنحاء العالم، حيث يشير التوقيت المحلي إلى الساعة 5:45 مساء، ودرجة الحرارة الخارجية هي 35 درجة مئوية. لسلامتكم ولجميع حضراتكم، البقاء جالسين في مقاعدكم مع إبقاء الأحزمة مضبوطة إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا أو تطفأ إشارة ربط أحزمة المقاعد. أرجى التأكد من أخذ جميع أمتعتكم قبل مغادرة الطائرة، ورجاء الانتباه بأنه يمنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك في المطار. كما نود أن نعلم حضراتكم بأنه يمكنكم الآن استخدام الهواتف الجوالة إذا كنتم ترغبون في ذلك. وإذا كانت الدوحة هي وجهتكم النهائية أو إذا كنتم تخططون لزيارة دولة قطر في المستقبل.